خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها يحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص بح، هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد دور اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ودم افندينا مغازى جديد دول عشان نقرا الفتحة لروح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعة.